تتحول اللحظة صوب بروكسل ومباحثات تجرىها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي محمد الشيخ بيد الله والوفد المرافق له مع عدد من المسؤولين الأوروبيين على طاولة النقاش مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. محمد رضا العبيدي وحسن البهروتي. بأغلبية واسعة صدقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. Nous avons remporté, je crois, une grande victoire puisque une grande majorité s'est portée en faveur de l'accord agricole. حققنا انتصارا كبيرا فالأغلبية الواسعة صوتت لصالح الاتفاق الفلاحي. حصلنا قبل ذلك على رأي لجنة الفلاحة الذي كان إيجابيا. اليوم جاء الدور على لجنة الشؤون الخارجية، وفي الثالث من دجنبر ستنظر لجنة التجارة الخارجية في هذا الاتفاق والقرار، وبعد ذلك في الحادي عشر من يناير ستنعقد الجلسة العمومية. الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تناولته أيضا مباحثات جمعت وفدا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي ببروكسل مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي. لا يمكن للمملكة المغربية أن توقع أي اتفاق إذا لم يشمل بصفة واضحة الأقاليم الجنوبية. ثانيا المستفيد رقم واحد هما السكان الداخلة والعيون والجهتين، كذلك أن هناك مشاورات واسعة على مستوى الفاعلين المنتخبين إن على المستوى الجهوي أو على المستوى المحلي في الموافقة على الاتفاق. وعلى طاولة النقاش أيضا قضايا الهجرة والإرهاب والمحافظة على البيئة وتنويه بجهود التنمية ومشاريع إنتاج الطاقة النظيفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة والدور الرائد للمغرب كشريك مهم للاتحاد الأوروبي. Morocco is a very important partner for the European Union in many many fields. المغرب شريك مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وعلى مستويات عدة، بدءا بالتبادل التجاري وصولا إلى محاربة الإرهاب والتطرف، ونعمل على تدعيم وتوسيع هذا التعاون في مختلف هذه المجالات مع المغرب مستقبلا. خلال هذه المباحثات الوفد المغربي وقف أيضا عند سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي فضلا عن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بما يخدم مصالح الطرفين.